هنعمل طيب كده يبقى دقيقة، معلقة كبيرة من قشر معلقة الرمان. كبيرة قشر الرمان، العسل، ده زيت لا ده زيتون زيت الزيتون، اهو، العسل ده العسل، كله شبه بعض عادي. اوكي، دي بقى ودي بتعمل بحطها ببرطمان وبخليها. اوكي، والوصفة دي بتعمل ايه للبشرة؟ دي بتخليها، بصي اكلمك بقى بالعادي، حرير ها بقى. ازاز الله والله العظيم بجد. احنا لازم نجربها دي. لا لا جربي، هنجربها بعديها، نشيل الميك اب خلاص بره ايوه ونجرب على طول. ممكن هنا نحط لها شويه ميه ورد. ميه حلو. ورد اوكي. اوكي، بصي في ناس بتحط ميه ورد، انا بحط ميه ورد، في ناس بتحط زيت، اوكي في ناس تحط ليمون. انا ما انا يعني انا كنسمه متهيألي بشرتي حسب نوعيه البشره، يعني انا لو هي بشرتي ما بشره مثلا تتحملش جافه ممكن ان هي تحط ليمون. الزيت، لا العكس، الليمون للبشره الدهنيه. الدهنيه والجافه انا بحس ان الليمون على طول مع بنحط معاه شويه جليسرين، طبعا لو عارفه انت خلطناه مع وصفات اهالينا جليسرين. زمان. ايوه بالظبط، بدل الكريم كانت جدتي تحط جليسرين بليمون، جليسترين ده على ايديها. حاجه عظيمه، ده حاجه عظيمه. والجليسرين غير الفازلين. فازلين سميك شويه، الفازلين اويلنج شويه، سايل هايل يا سالي هايل. لا هو هايل بجد، بيعمل عليا. هايل اوكي. انا افتكرت بتريق عليا. لا هايل، بتحطيه صح والله فعلا. اهو بصي الشبكه طيب كده، فانت كده خلطتيهم جامد مع بعض لغايه لما يبقى متناسق كده مع بعض. القوام. وبعدين بتحطيه على الوش وبتسيبيه. تسيبيه لمده قد ايه؟ 15 دقيقه. انا ما عنديش استعداد ان انا احط حاجه ملزقه في وشي نص ساعه حتى لو فيها فايده. انا كنسمه انا ماليش دعوه، ممكن ناس بتستحمل. اوكي بس طب انا ممكن احتفظ لو انا عملت كميه كبيره؟ انا كنت حافظه فيه حتى ببيتي، بحط بتحطيه في التلاجة؟ ما بحطوش في التلاجة، بحطه بره كمان جنب كريماتي وحاجاتي، ولا أوكي. بيبوظ ولا بيجرى له اي حاجه. بتاخديه بتحطيه بقى هنا، بتحطيه في رقبتك، بتحطيه في اي اماكن انت محتاجاها. طبعا البشره دي هي الواجهه، طبعا هي الواجهه الاساسيه. سيبيه، بصي عارفه اللي هو بطرف الايد يا دوبك، أيوة بتعملي يعني حركات بلاش دائريه كده. القوه دي، بلاش نعمل حاجه بقوه وبعد كده شطفي وشك. طبعا اللي هي صدمه الميه عارفاها طبعا، طبعا دي العالميه. وبنجيب حاجه قطن، فوطه بقى. سالي مركزه معايا قوي يعني. بصي بقى بنجيب فوطه، بنجيب تيشرت كده نخليه للحاجات دي ونعصره كده. انت عارفه دي بتعمل ايه في الوش؟ لا يعني انت بتخبطي بوشك كده، اوكي مش بقوه بس يعني كده بضغط، المسامات طبطبه بتقفل. يعني. لقيت الطبطبه. اوكي والميه ساقعه؟ المايه فاتره عاديه جدا. وبتسيبيها. أوكي. في حاجه بقى انا مش يعني ما حطيتهاش هنا بس بجد هايله، دي هايله وخصوصا قبل الميك اب. اوكي مكعبات قولي معايا ميه الورد بحطها في القوالب. هايله، فكره حلوه جدا. يعني جداً. القالب اهو. طيب. كل الناس تحط العصير، انا ما احطوش العصير، احط ميه الورد واخليها وتحطي كده. جميل جدا، وادعي لي بعدها.